بهذه المعزوفة الموسيقية تبتدأ موسيقى الجيش السلطاني العماني أمسيتها الموسيقية الثانية في معرض إكسبو 2020 دبي، لتقدم بعدها عروضا ومعزوفات موسيقية دلت على ما تمتلكه الموسيقى العسكرية العمانية من إرث حضاري وثقافي عريق. اليوم احنا سعدنا وكنا فخورين جدا بمشاركة الفرقة الموسيقية للجيش السلطاني العماني، قدمت معزوفات رائعة وشاركت اخوانهم في قوات المسلحة الإماراتية في هذه المعزوفات. واصلت موسيقى الجيش السلطاني العماني ظهورها الثاني على التوالي في معرض إكسبو، حيث قامت بعزف مقاطع مختلفة مشتركة وفردية. أيضا قامت موسيقى الجيش السلطاني العماني بالمرور في عدة نواحي من المعرض، وأدت مجموعة من التشكيلات نالت على استحسان الجمهور. الموسيقى قدمت استعراضات موسيقية متنوعة شملت المسيرة في ممرات وأروقة المعرض وأمام أجنحة عدد من الدول المشاركة، مشكلة تشكيلات متنوعة دلت على القدرات والإمكانات العالية التي يتمتع بها منتسبو موسيقى الجيش السلطاني العماني، حيث لاقت من خلالها تفاعلاً واستحساناً كبيراً من قبل جمهور المعرض. الفعالية التي أقيمت أمس وتم استكمالها اليوم وتستمر إلى غد بإذن الله هي تقديم معزوفات موسيقية عسكرية متنوعة قدمها الموسيقى القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا موسيقى الجيش السلطاني العماني. قدمت هذه الفرقتين عروضا أمس أمتعت الجمهور وكذلك اليوم، وتستمر إلى غد بإذن الله. بحمد الله وتوفيقه قدمنا اليوم مجموعة من المعزوفات الموسيقية العسكرية ومعزوفات القرب والطبول بنظامين على هيئة الوقوف وكذلك المسير في ممرات معرض إكسبو 2020 دبي. موسيقى الجيش السلطاني العماني تسجل حضورها المتميز في معرض إكسبو 2020 دبي بأنغام موسيقية تجسد الثقافة العمانية العريقة. من إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، النقيب أحمد بن عبد الله الصبحي.